وجاء في الحديث أن المذر في علمه مع الكرام البرر. وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أمر الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع. وقالتت في فضله آثار، ليس الدافي بحقها أسفار. فلنكتفي من هذه ما ذكرنا، ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مطلع الإمام الخاشع برؤي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، شرع الناظم رحمه الله في باب فرش الحروف، وتكلمنا على ما معنى الفرش، وقلنا إن فرش الحروف يعني يجتمع في باب واحد. كل مصنف في علم القراءات لما يأتي إلى فرش الحروف فيجمعه في باب واحد، بينما الأصول أصول القراءات يعني في أبواب متعددة، أبواب كثيرة. ثم إن الناظم رحمه الله أخبرنا بأنه قد وفى ما كان قد وعد به، ما كان قد وعد به في قوله: فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد. فقد وفى بما ذكره في أول، وأنه كان قد وعد القراء ووعد يعني علماء القراء بأنه سيذكر الأصول ثم بعد ذلك يأتي بالفرش، فقد وعد به وأخبرنا بأنه قد وفى بما كان قد وعد به. وهذا من صفات المؤمنين وأهل العلم، أنهم إذا وعدوا بشيء لا بد من أن يوفوا به. وذكرنا ما معنى الوعد وما معنى العهد، وما وذكرنا ما يتعلق به من الأحكام الشرعية، من أن الوفاء بالعهد بالوعد أو بالعهد أو بالميثاق واجب على المسلم إذا وعد أو إذا عاهد أو إذا عقد. فالوفاء الاستفاء بهذه الأمور هو واجب من واجبات الدين، واجبات الشرع. ثم إن الناظم رحمه الله بدأ لنا بأول فرش في كلامه هذا في باب الفرش. ذكر أول ما ذكر هو الضمير المنفصيل، الضمير المنفصيل، فأخبر أن الضمير المنفصيل وهو يتعلق به هو أو هي، هو أو هي، وأن يعني هذا الضمير إذا تقدمه واو أو فاء أو لام فإن قالون يسكن الهاء، يقالون فيقرأ وهي وهو لهو لهي وهو وهي فهو فهي، أي بإسكان الهاء. وذكرنا يعني تعليل الإسكان ثم تعليل الضم، وذكرنا بأن في هذا الأمر الضم هو الأصل يعني الذي قرأ به ورش، وأن الإسكان هو يعني للتخفيف فقط الذي قرأ به قالون. وذكرنا يعني ما يتعلق بهذا الأمر.
ثم إن الناظم رحمه الله أدرج مع هذا الضمير الذي استقدم هو أو لام أو فاء، أدرج معه قول الله تعالى في سورة القصص: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، وهي كلمة مستقلة واحدة في القرآن الكريم. فقال أسكن هذا الهاء الذي بعد الميم المشددة من قوله ثم هو يوم القيامة. وذكرنا أن لو وقف القارئ على ثم ابتدأ هو يوم القيامة، فإن القالون يرجع إلى الضم، لأنه لا يمكن أن ينطق بحرف بالهاء ساكن يبتدئ به، هذا لا يمكن. إذن في حال الوصل فهو يسكن الهاء، وأما لو وقف على ثم للضرورة أو للاختبار أو ما يتعلق بهذه الأمور فيعني يقرأ الهاء بضم كما لو كانت لم يتصل بها ثم. هذا ما ذكره في هذه الأبيات يعني الثلاث، بيت يتعلق بقوله بفرش الحروف وأنه قد وفى به، والبيت الآخر يتعلق بهو وهي ولا وذا، ثم هو يوم القيامة. فالمجموع هي ثلاث أبيات ذكرها الناظم فيها هذه التي في هذه الأمور التي سبقت. ثم قال رحمه الله: وفي بيوت والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء. الترجمة يعني الثانية مما اختلف فيه ورش وقالون لفظ البيوت أو بيوت، لفظ بيوت أو بيوت، البيوت أو بيوت، سواء كان معرفا باللام نحو البيوت أو منكر بحال بيوت أو معرفا بالضمير بحال بيوتهم أو بيوتكم. فكل هذا أخبر الناظم رحمه الله فقال زيد: وفي بيوت والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء. وفي بيوت والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء، يعني لم يذكر لنا قالون، لو تقدم لنا في قوله قالون بالإسكان إلى غير ذلك، وهو الآن ما زال يعني الكلام على الكلمات التي قرأها قالون، إذن فلا فائدة أن يعيد قالون قرأ قالون بالباء بكسر. فقال: وفي بيوت والبيوت الباء قرأها، أي من قالون، بالكسر حيث جاء، أي حيث جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم كله، فقرأ بكسر الباء البيوت، بيوتكم، بيوتهم، البيوت بكسر الباء. ومفهوم هذا الكلام أن يعني ورش لم يذكره، وأن قرأ بالكسر فلا نعلم أن ورش قد قرأ بالفتح أو بالضم، لكن الناظم رحمه الله تلفظ بالضم فقال: وفي بيوت، بيوت ما قالش وفي بيوت، قال وفي بيوت والبيوت. في هذا اللفظ هذا علمنا أن ورش يقرأ بالضم، لأنه تلفظ بقراءة ورش، تلفظ بقراءة ورش، ثم ذكر أن قالون يكسر، قال وفي بيوت والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء، فلفظ برواية ورش، وثم يعني بين بالعبارة قراءة قالون بالعبارة، لأن كما سبق لنا أن الضبط قد يكون باللفظ، قد يكون بالشكل، وقد يكون بالعبارة، يعني الضبط قد يكون باللفظ، تقول قرأ ورش، يعني لم تقل قرأ ورش، تقول البيوت والبيوت، البيوت والبيوت، تقول قرأ ورش البيوت والبيوت، قرأ ورش البيوت والبيوت، يعني لا
يعني لا ف... لا لا ضرورة في إذا قلت قرأ ورش البيوت والبيوت، البيوت والبيوت. كذلك ضبط العبارة تقول قرأ ورش بضم الباء في البيوت، في بيوت والبيوت، قرأ ورش بضم الباء في البيوت والبيوت. تقول بيوت والبيوت أو تقول البيوت، والأفضل أن تقول أن تكون أن تلفظ بالبيوت. إذا قلت قرأ ورش بالضم الباء فتقول في البيوت والبيوت. قرأ ورش بضم الباء في البيوت والبيوت. إذا لم تقل بضم الباء تقول قرأ ورش بالبيوت والبيوت، قرأ ورش البيوت بيوت والبيوت. فهذا كله هذا ضبط العبارة وضبط اللفظ. يمكن أن تضبط الكلمة بالعبارة، ويمكن أن تضبطها باللفظ، ويمكن أن تضبطها بالشكل، يعني تضع الضم على الباء، تضع الضم على الباء، وهذا ضبط أيضا. ومنه الضبط الذي نضبط به الكلمات، كلمات يعني من حركات وسكنات يسمى هذا ضبط. ما معنى ضبط؟ يعني ضبط يعني هو يعني تقييد، ضبط هو التقييد. ضبطت شيء أي قيدته، ضبط هو القيد. ضبطت شيء أي قيدته بحيث أنه لا يمكن يعني أن يسير إلى رفعين أو إلى كسرين أو إلى نصبين، أي ضبطته حصرته في ضبط معين. ومنه ضبط الحروف، ضبط الكلمات، ضبط القرآن. شكل، والشكل كذلك أشكلت الدابة أي ربطتها بحيث لا يمكن أن يعني أن تطلق، أن تسير حيث شاءت. أشكلت الدابة ومنه الشكل، أشكلت الدابة وأشكلت الناقة أو شكلت الناقة بحيث ربطتها حتى لا تسرح. إذن فهذه المعاني كلها تفيد الضبط وتفيد الشكل، إلا أن الضبط كما ذكرنا قد يكون باللفظ، وهو تقول قرأ ورش بالبيوت والبيوت، أو لفظ العبارة تقول قرأ ورش بضم الباء البيوت والبيوت. إذن الناظم رحمه الله ضبط رواية ورش باللفظ حيث قال وفي بيوت والبيوت الباء. إذن ضبط يعني رواية ورش باللفظ، ثم ضبط رواية قالون بالعبارة، قال قرأها بالكسر، هذا ضبط العبارة، قرأها بالكسر حيث جاء، هذا ضبط العبارة. وهذه هي أنواع الضبط، إما أن تكون باللفظ، إما أن تكون بالعبارة، إما أن تكون بالشكل، كل هذا يسمى ضبطا. أهل اللغة يعني رجحوا الضبط بالعبارة، ضبط بالعبارة هو أمتن من ضبط بالشكل أو الضبط باللفظ. ضبط العبارة يعني هو أمتن أقوى، معنى أمتن أقوى من ضبط باللفظ أو الضبط بالشكل، لأن الضبط باللفظ قد يخطئ الإنسان، قد يسهو، والضبط بالشكل قد يعني تتحول مثلا الفتحة إلى كسرة أو إلى ضمة سهوا. أما ضبط العبارة تقول قرأ فلان بكسر الباء، يعني هذا أمتن وفيه أبعد. يبقى الغلط في الإمكان والسهو في الإمكان في ضبط العبارة، لكن غلط الضبط بالشكل أو الضبط باللفظ هو يعني أكثر من يعني السهو والغلط والخطأ في الضبط بالعبارة. فلهذا يعني أهل اللغة يعني رجحوا ضبط العبارة، الضبط بالعبارة. يعني قال الناظم رحمه الله استعمل الضبطين لأنه دعته الضرورة إلى ذلك، استعمل الضبط استعمل يعني هذا البيوت ضبطه باللفظ بالضبطين، أي ضبط اللفظ وضبط العبارة.
ثم هناك ضبط الشكل كما ذكرنا. قال يعني وفي بيوت منكر هذا، والبيوت معرف، الباء قرأها بالكسر حيث جاء، أي قرأها قالوا بالكسر حيث جاء، أي حيث وردت في القرآن الكريم. البيوت كما ذكرنا يعني الأصل فيه الضم، البيوت وليس البيوت، البيوت وليس البيوت الأصل فيه، لأن فعل بيت يعني على وزني فعل، بيت فعل في التصريف، فعل يجمع على فعول، فعل يجمع على فعول بالضم، مثل حرف حروف، حرف حروف، ضرب ضروب، ضرب ضروب، ففعل يجمع على فعول يعني في علم التصريف. إذن يعني ضم الباء لأن بيت على وزن فعل، وكل كلمة على وزن فعل فتجمع على فعول، فعل فعول، إلا أن هذا الفعل إذا كان الحرف الثاني منه ياء، الحرف الثاني منه ياء، فيجوز في الحرف الأول الضم والكسر، يجوز فيه الكسر إذا كان الحرف الثاني ياء، يعني بيت هو كذلك الحرف الثاني ياء، فمن كسر يعني كسر لمناسبة الكسرة الياء، لمناسبة الكسرة الياء، لأن الياء يناسبها الكسر، الياء يناسبها أي لأنها هي من جنسها، الياء من جنس الكسرة، الياء من جنس الكسرة، فمن كسر فعل هذا فترك الأصل الذي هو فعول ومال إلى اتباع الكسرة اتباعها للياء، فقرأ بيوت، هذا يعني على قراءة قالون كسر لأجل هذا العلة ولأجل هذا التوجيه، فعل يجمع على فعول، لكن إذا كان الحرف الثاني من فعل، حرف الثاني منه ياء، فيجوز في الحرف الأول مبتدأ به الضم والكسر، الضم على الأصل على وزن فعول، والكسر على على يعني على اتباع، على الاتباع، وهو أيضا للتخفيف، لأن إذا قلت بيوت فهو أخف على اللسان من البيوت، لأن انتقال من الضم إلى الياء ثقيل على اللسان شيئا ما، ليش ثقيل ثقل يعني المذموم، لا إنما ثقيل على اللسان شيئا ما، ولكن إذا قلت البيوت فاللفظ أخف وأسهل، البيوت، لأن العرب في هذه اللغة وهي ما يعبر عنها بلغة الاتباع، أي اتباع الحرف لما قبله أو لما بعده، لما قبله أو، فاتباع ضبط الحروف لما قبلها أو كذا هذه لغة، وهذا الاتباع يعني يتركون الأصل ويميلون إلى الاتباع للتخفيف، الاتباع للتخفيف، فقالوا يعني قرأ بكسر الباء أولا لاتباع الكسرة اتباعها للياء، وأيضا في قراءته التخفيف، أي تخفيف على اللسان، لأن اللسان يعني يثقل عليه شيئا ما أن تنطق بالضمة ثم تتبعها الياء، إذ لو كانت الضمة بعد مع الواو أيضا لا يليق أن تنطق بالكسرة ثم الواو، فالذي يناسب الواو هو الضم، والذي يناسب الياء هو الكسر، هو الكسر، ف يعني قالوا هذا توجيهه من حيث يعني التوجيه وكذا. أما ورش فلماذا قرأ ورش بالضم؟ يعني هو يعني هو الأصل، هو الأصل، وهي لغتان في البيوت، تقول
بيوت أو بيوت، لغتان عند العرب، بيوت أو البيوت. فورش ترك يعني الكلمة على أصلها، لأن أصلها فعول، ويعني وإن كان يعني كما ذكرنا أن النطق بالضمة يعني وبعدها الياء يعني ثقيل، ولكن هذا الثقل ليس منه، هو الثقل المذموم، لأن العرب تفر من الثقال الشديد، ثقال الشديد تميل عنه العرب، وتسمى هذه اللغة لغة رديئة، رديئة يعني رديئة شاذة. لكن إذا كان الثقال خفيفا فهذا لا يسمى أنه لغة شاذة، إذا كان الثقل خفيفا. أما إذا كان الثقل شديدا فالعرب هذه اللغة عندها قبيحة، قبيحة، ومنه آدم، آدم أصله أأدم، ولكن العرب لا تنطق لا تلفظ بأأدم، وآمنوا أأمنوا أصله هكذا أأمنوا، لكن العرب لا تلفظ بأأمنوا، ومعانا هو الأصل، أصلها. لماذا؟ لأن النطق بالهمزة ابتداء وبعد همزة، همزة ساكنة، العرب تفر من هذا، فكل همزة مبتدأ بها محركة وبعدها همزة ساكنة فالعرب لا تجمع بين الهمزتين، العرب لا تجمع بين الهمزتين، الأولى محركة والثانية ساكنة، العرب لا تنطق بهذا. ولهذا في قوله إيتوني بكتاب، معروف أن ورش يبدل الهمزة، ولكن القراء إذا ابتدأوا كلهم يبدلون الهمزة، فلم يقرأ أحد بإئتوني، وإئتوني لم يقرأ به أحد، مثل أأدم. فكل القراء إذا وقفوا على أم لهم شرك في السماوات فكلهم يعني يقرؤون إئتوني، وافقوا ورش في هذا الأمر فيها. لماذا؟ لأن همزة الأصل، همزة الوصل المبتدأ بها رجعت همزة قطعية، ثم جاءت بعدها ساكنة وهي أول الكلمة، هي الأول الكلمة، فلما رجعت همزة الوصل همزة قطعين في الابتداء وهي محركة مكسورة أبدلوا الهمزة الساكنة ياء في جميع القراء، إيتوني كذلك، إيتي بقرآن، وهكذا. وكل هذا إيمان أصله إيمان، أوتمنا أصله أؤتمنا، لكن إذا ابتدأوا بأوتمنا يعني لم يقرأ أحد أؤتمنا، فإذا وقف على الذي كلهم يقرؤون أوتمنا أوتمنا. وهكذا ذكرنا هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه اللغة أي اجتماع أو التلفظ بهمزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة، هذه لغة ثقيلة شديدة الثقل، شديدة الثقل. وإذا كان شديدة الثقل فهي لغة رديئة، رديئة أي قبيحة. ولهذا رد ابن الأنباري رحمه الله، هذا من الأئمة الكبار في علم القراءات وعلم اللغة، رد على ما حكي عن الكسائي، الكسائي إمام في النحو وإمام في اللغة، إمام في اللغة وإمام في النحو، حيث جوز أن يعني في اللغة تقول ائتي أو ائتوني، إمام الكسائي ائتوني ائتي، جوز الكسائي هذا، والسند إليه صحيح، أي يعني هذا التجوز عن يعني المروي عن الكسائي صحيح، لأن السند ابن الأنباري عن خلف، عن إدريس عن خلف،
إدريس الحداد عن خلاف البزار عن الكسائي. إدريس الحداد قرأ على خلاف وهو ثقة من أئمة القراءة، وخلاف البزار صاحب حمزة أيضا هذا إمام، وابن الأنباري إمام، فالسند هو ابن الأنباري عن إدريس عن خلف عن الكسائي، لأن خلف قرأ هو من تلامذة الكسائي كما أنه من تلامذة حمزة. خلف البزار خلف العاشر القاري العاشر، والراوي يعني عن حمزة. فالكسائي جوز هذه اللغة، يعني أن يجوز أن تقول ائتي وائتوني إذا ابتدأت فيها. ابن الأنباري قال وهذا قبيح، لما يعني روى هذه اللغة عن الكسائي قال وهذا قبيح، أي وهذه اللغة قبيحة، لأن العرب لا تجمع بين همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة. العرب هكذا لا تجمع بين همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة لا. ولهذا الشاطبي قال عزم كآدم، وإبدال ثاني الهمزة لكلهم إذا سكنت عزم، وإبدال زيد وإبدال ثاني الهمزتين لكلهم أي لكل القراء إذا سكنت عزم، معنى عزم أي واجب حتم. ثم أعطى الأمثلة قال كآدم أوهل، كآدم أوهل. فهذا يعني هذه اللغة الفصيحة، وهذا ذكرنا هذا على الأسباب. لماذا ذكرنا وفرقنا بين الثقال الخفيف المتجاوز عنه في اللغة والثقل الذي هو ثقيل غير متجاوز عنه في اللغة؟ وحتى لو روي عن بعض العرب فهي لغة شاذة ورديئة، شاذة ورديئة. ولهذا ابن الألباري قال وهذا قبيح، لما حكى قال وهذا قبيح، لأن العرب لا تنطق بهمزة متحركة بعدها همزة ساكنة. قال بل حدثه شيخه عن الفراء إلى غير ذلك، عن سلمة بن عاصم عن الفراء قال أنه قال العرب لا تنطق بالهمز الساكن، مشي على همزتين، العرب لا تنطق بالهمز الساكن، العرب لا تنطق بالهمز الساكن، يعني إلا بعض القبائل، إلا الحجاز، لغة الحجاز ينطقون بالهمز الساكن. وأما لغة نجد فالهمزة الساكنة يبدلونها، يقولون المؤمنون، وهي قراءة ورش، وإن كانت هذه قراءة نافع حجازي، ولكنها من حيث اللغة هي لغة يعني نجد، يعني غير قلنا النجد يعني غير الحجاز. إذن فالعرب يعني تفر من الهمز الساكن، لأن الهمز النطق به صعبون، وإذا سكن يكون أصعب. وعلى أي حال فهذه هي ما يتعلق بهذا، يعني ننظر في الثقال، إذا كان ثقال يعني خفيف فهو متجاوز عنه وهي لغة العرب، أما إذا كان يعني يصعب على اللسان العربي أن ينطق بها فتسمى هذه لغة رديئة، لغة رديئة. فإذن فهذا هو يعني ورش، لفظ ورش في قوله البيوت فيه شيء من الثقال، لكن هذا الثقال كما ذكرنا ليس مذموما، وهو أصل أيضا يعني، ولهذا ورش تمسك في روايته. لكن المقصود بهذا التوجيه هو توجيه من حيث اللغة، أما من حيث الثبوت لا، هذا التوجيه توجيه من حيث اللغة، أما من حيث الرواية لا، من حيث الثبوت. أي إذا قلنا يعني ثبت عن ورش لغة ضم الباء، فهل هذا قراءة؟ لا، ليس بقراءة، إلا إذا قلنا يعني روى ورش عن نافع أو قرأ ورش عن نافع بضم الباء المعول على 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 هذا على القراءة هو الرواية، وليس يعني لا يكفي اللغة، لا يكفي اللغة، لا يكفي اللغة في القراءة، بل لا بد من الأخذ عن الشيوخ وعن شيخه وعن
يعني شيوخي وأئمتي الذين قرأ عليهم، عاد تثبت القراءة، إذ ليس كل ما هو ثابت في اللغة يقرأ به، لا يجوز، يعني لا يجوز كل ما هو لغة يقرأ به، وإن كان لغة فصيحة، وإن كانت لغة أفصح، كانت لغة أفصح، لغة فصيحة ولغة أفصح، مع ذلك إذا لم تثبت القراءة لا يقرأ بها. معول على القرآن وعلى القراءات هو يعني الأخذ عن الشيوخ. قال وفي بيوت والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث شاء. ثم قال في البيت الثاني واختلس العين لدانع ما، وفي النساء لا تعد ثما، وها يهد ثم خا يخصمون، إذ أصل ما اختلس في الكل السكون. إذن ما فرغ لنا يعني الناظم رحمه الله من ترجمة البيوت والبيوت واختلاف وارش وقالون في ضم الباء وكسرها، ذكر لنا يعني الكلمة المختلف فيها أيضا في سورة البقرة، وهو لا زال الناظم في سورة البقرة، ولا زال الناظم في سورة البقرة عند قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي فنعم هي. قال واختلس العين لدى نعم، أي واختلس قالون كسر العين لدى نعم، اختلسها معنى اختلس الاختلاس هو الاختطاف، الاختطاف والإسراع بالحركة، اختطاف يقال اختلس أي اختطف، اختلس أي اختطف، ومن اختلاس المال أي اختطفه خفية، اختطف. ويعني الفقهاء قالوا في الخلسة ولا قطع في الخلسة، الخلسة هي ما يختطف من السوق، ما يختطف من السوق لا قطع فيه، معنى لا يترتب عليه قطع يد، الخلسة يعني أخذ شيء من القمح أو من الخضار أو كذا واختطفها، فيعني لا يترتب عليه قطع لأنه شيء قليل، وإذا سرق السارق شيء قليل لا تقطع يده، بل يعزر الإمام، قد يضربه قد يسجنه، ولكن لا قطع في الخلسة، ولا قطع في الخلسة أي في الخطفة من السوق، إذا خطف السارق خطفة من السوق وقبض عليه فلا يترتب عليها قطع اليد، لأن السارق تقطع يده، تقطع يده، ولهذا إذا لا قطع في البيضة والبيضتين، إذا سرق السارق بيضة فهل تقطع يده؟ لا، الشريعة الإسلامية لا تقر هذا، وكذلك البيضتين، ولا تقطع إلا في ربع دينار، يعني ربع دينار ذهب فما فوق، هنا تقطع يد السارق في الشريعة، ولكن في الأشياء القليلة والأشياء التافهة إذا سرقها فلا قطع فيها. ثم إذا سرق يعني دينار ربع دينار أو أكثر وحال حولها شبهة، حال حولها شبهة، فيد السارق لا تقطع أيضا، حال حولها شبهة، كأن كان جائعا، جائع أو عريان وسرق ثوب مثلا، وإن كان هذا الثوب غالي مثلا جلابة أو كذا سرقها لأنه عريان، فهل تقطع يده؟ لا، حوله شبهة. وكذلك جائع وسرق، فيعني لا 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 لا, لا قطع في هذه الشبهة، لأن الحديث إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود أي ادفع الحدود بالشبهات، كل حد من حدود الله تعلقت به شبهة فالشريعة الإسلامية تبطل الحكم، تبطل الحد، تعلقت به شبهة، لأن الشريعة الإسلامية حدودها مبنية على اليقين وعلى
تبرأ تبرؤ جميع الشبهات، أي ابتعاد جميع الشبهات. فإذا قامت الحجة على هذه الكيفية فتقام، فيقام الحد. أما إذا حام حول الحد شبهة أو شبهتين أو شبهات، فهنا الحدود لا تقام، الحدود لا تقام، ويبقى التعزير. التعزير يعني يفوض إلى الإمام أي السلطان، يسجنوه يضربوه إلى غير ذلك، ولكن لا تقطع يده هكذا. إذن فمن أين أخذنا هذه الأمور؟ من قول الناظم اختلس. اختلس أي أسرع. قال الإمام داني والإسراع حكمه والاختلاس حكمه الإسراع، والاختلاس حكمه الإسراع، أي حكم الاختلاس هو الإسراع. كل ذا يعني إجماع، كل ذا إجماع من العلماء أن الاختلاس هو الإسراع، وهو الاختطاف، وهو الاختطاف، وهو الإسراع بالحركة. فنعيم ما يعني العين مكسورة، فقالوا يختطف كسرتها، فيقرأ إن تبدوا الصدقات فنعماه، كأنه سكن العين، ما قالش ماشي بحال الورش، فنعماه، قرأ فنعماه، أي أسرع بالحركة. وبعض العلماء قال هو تضعيف الحركة، تضعيف الحركة. من ابن شريح رحمه الله الإمام الكبير قال الاختلاس هو تضعيف الحركة، فبعضهم قال اختطاف والإسراع بالحركة، وبعضهم قال تضعيف الحركة. وهذه الألفاظ مختلفة، ولكنها كلها تصب في قالب واحد، سواء قلنا تضعيف الحركة أو قلنا الإسراع بالحركة، فهما يعني من المعنى بمعنى واحد. فنعماه. وورش لم يختلس فأشبع العين، فقرأ فنعماه. قال واختلس العين لدى نعيم، وفي النساء لا تعد ثم، كذلك في قوله تعالى لا تعد. أصل نعيم نعمة ما، أصل نعيم نعمة ما، نعمة ما. إذن العين ساكن، أصلها السكون، نعمة ما، لأن نعمة يعني هذه اللفظ العين فيها ساكنة، نعمة، واتصلت بها الميم. ولكن لما اتصل ميم مع الميم، يعني ميم نعمة مع ميم مع ميم ما، أدغم الميم في الميم فصارت ميم واحدة مشددة. لما صارت ميم واحدة مشددة والعين ساكنة، والجمع بين الساكنين قبيح، أي كونك تسكن العين وكون الحرف المشدد هو ساكن أيضا، الحرف المدغم في الحرف أيضا ساكن، فالجمع بين الساكنين قبيح. فلما كان الأمر كذلك رجعنا إلى الكسر، أي اكسر ما سبق، فكسر العين لأجل هذا، كسر العين لأجل أن ميم نعمة أصبح ساكنا وأدغم في الميم الثاني، فكسرنا العين لأجل سكون الميم المدغمة. لكن قالوا جاء بين الأمرين، يعني أخذ يعني قرأ بين الوسطين، فلا هو أسكال العين ولا هو كسر العين كسرة مشبعة، إذن فاختلس، فترك شيئا من السكون وذاك وقرأ جزءا من الكسر، وهذا هو الاختلاس. فنعماه. حتى الأسبوع الآتي إن شاء الله وغادي نطبق هذه، قرأوا لنا بعض الآن، هيئوا هذه النطق بهذا اللفظ نعمة وتعدوا كذا، إن شاء الله في الأسبوع الآتي إن شاء الله سيقرأ لنا بعض هذا التطبيق.
لنعلم واش يعني هو النطق يعني صحيح بها أو غير صحيح بها. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.